السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعين قناة منوعات أبو محمد في حياة أهل الريف. النهاردة مع الحاج مصطفى بزحف الأرض بالحمارة، وجاب باب بالعربية عمله أكنه زحاف، والله فكرة حلوة عشان ما يبقاش التزحيف جامد على حب الدرة. ده فكرة كويسة. لف خد ده جرة طالي بقى. ها ده الزحافة بالعرض. في ناس بتحاول على قد ما تقدر عشان الحب ما يغيبش، والظاهر البابور ما كانش طايق الحتة ديك، فايه يعني هو زحف الأرض بالجرار زي ما حضراتكم شايفين. هي الحتة دي بيت صغير، الزحفة مش هتعرف تمشي فيه. لا معناك